بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد سمومي قناة سمومبو. إن شاء الله في حلقة اليوم سنقوم بمشاهدة كيف يمكن لنا أن نقوم بحل مشكلة الفلاش الخلفي، أو حتى في حال كان فلاش أمامي للهاتف فيمكن لك أن تقوم بإصلاحه عبر الطرق التي سنقوم بالمرور عليها، على شرط أن تقوم باتباع نفس الخطوات مرحلة تلو الأخرى ولا تقوم ب تخطي أي مرحلة من هذه المراحل. جيد، فيمكن أن يكون يعني سأقوم بمشاهدة يعني هذا الفلاش ليد يوجد بأسفل الكاميرا، يمكن أن تجده باليمين أو اليسار على حسب نوع الهاتف. كما تشاهد معي الآن هنا يوجد باليسار، وكما تشاهد معي الآن هنا يوجد كذلك يعني فلاش بالكاميرا الأمامية. سنقوم بإصلاح يعني الفلاش ليد يعني في حال حدث لك أي مشكل مع هذا الفلاش. أول شيء يجب عليك أن تقوم به هو التأكد من أن هناك يعني مشكل في الفلاش. فيجب عليك أن تقوم أول شيء بالدخول إلى الكاميرا وتتأكد من أنك يعني في البارامتر أو في السيتينجز يعني مفعل كما تشاهد معي الآن، على أنك مفعل يعني كما تشاهد معي الآن هذا الكاميرا أو هذا الفلاش الآن مفعل مفعل، يجب علي أن أضغط عليه هكذا. ففي حال ضغطت عليه وأعطاك هنا أوتوماتيك، حاول أن تقوم بجعلها يعني مفعل وليس أوتوماتيك وليس ممنوع بهذا الشكل، يجب أن تجعلها يعني مفعل بهذا الشكل. لو قمت بتفعيل الفلاش وقمت بالتصوير ولم يظهر معك الفلاش، فحينها يجب عليك أن تقوم بالانتقال فحينها يجب عليك أن تقوم للانتقال إلى تنزيل تطبيقات أخرى خاصة بالكاميرا. فتذهب إلى بلاي ستور، تبحث عن تطبيقات خاصة بالكاميرا فتقوم بتجربتها. لو أعطاك نفس المشكل يعني لو بقي المشكل الخاص بك يعني الخاص بالفلاش، حينها تنتقل إلى تنزيل تطبيق التوش، أو فقط تدخل إلى هنا وتقوم باختيار التوش. يعني من الأفضل يعني أن تذهب فقط إلى هنا وتقوم باختيار التوش. بالنسبة لبعض الهواتف لن تجد فيها يعني التوش، لهذا حاول أن تقوم بتنزيلها، فهي فقط يعني كما يسمى بالبيل. سأقوم بالضغط عليه وسأقوم بتجربته بهذا الشكل، وستشاهد معي الآن هنا يظهر معي الفلاش يشتغل. فكما تشاهد معي الآن يعني هذا هو الفلاش، الآن الفلاش يشتغل، وهذا يعني على أن الفلاش الآن ليس به أي مشاكل، أي أن هذا الفلاش غير محترق. لنفترض أنه لم يشتغل رغم أنك تضغط على الطوش ولا يشتغل معك، حينها تقوم بعمل فتح للهاتف، أي تقوم بفتح الهاتف وتذهب إلى الكارت مال الخاصة بالهاتف. بعد أن تقوم بالذهاب إلى الكارت مال فتذهب يعني إلى مكان الخاص بالكارت مال بعد أن تقوم بالذهاب إلى مكان خاص بالكارت ما يعني تذهب للبحث عن الفلاش. لا يوجد هنا أي فلاش، فسأقوم فقط بأخذ يعني الفلاش. قد تجده يعني فقط ملصق يعني في المكان يعني قد تجده ملصق فقط في هذا الغطاء أو على حسب نوع الهاتف بالطبع. يعني سنقوم بتجربة على هذا الفلاش حتى نريك. يعني ستحتاج إلى هذه الآلة، هذه الآلة سبق أن تحدثنا عليها، اسمها يعني باور سبلاي، سبق أن تحدثنا عليها. يجب عليك أن تقوم ب يعني وضع إعداداتها في 3 فولت و1 أمبير. فبعد أن تقوم بإعداداتها في 3 فولت و1 أمبير تقوم بالذهاب. لن أحتاج إلى هذا الكابل، بل سأحتاج إلى هذا الكابل أفضل حتى أتحكم به بشكل أحسن. جيد، فالآن يعني سأقوم بتجربة بهذا الشكل يعني حتى أرى ما إذا كان الفلاش يشتغل أم لا يشتغل. سأقوم بنزعها هكذا. فكما تشاهد معي الآن يشتغل معي. سأقوم بتجربة على المكان الخاص بالفلاش الثاني، لأن هذا يعني الفلاش يعني به اثنان من الفلاش، واحد يضيء بالأحمر والثاني بالأبيض. كما تشاهد معي الآن الثاني لا يشتغل، يعني في لا يشتغل. جيد، يجب عليك أن تقوم بالتجربة يعني الفلاش، يعني في حال اشتغل معك الفلاش
فحينها تترك الفلاش لا تقوم بتغييره، لأن هناك الكثير من الأشخاص لا يقوم بهذه العملية، يقوم بتغيير الفلاش، يعني يذهب للبحث عن الفلاش وحينها يقوم بتغييره ويضعه في الهاتف، وعندما يقوم بتجربة الهاتف يجد على أن المشكل لا زال كما هو. لهذا حاول أن تقوم بتجربة الفلاش يعني عن طريق يعني آلة الباور سبلاي حتى تتأكد من أن هذا الفلاش يشتغل وعلى أنه يضيء. يعني لو كان هذا الفلاش يشتغل حينها سوف تذهب إلى البحث عن المشكل في أحد المكونات أو أحد المسارات الخاصة بالفلاش. شيء يعني قد بالطبع يعني طريقة البحث عن المشاكل الخاصة بالمكونات وكذلك المشاكل الخاصة بال يعني المسارات يعني سنقوم بالتحدث عنها إن شاء الله في الفيديوهات القادمة. فيعني هذا بالطبع يعني كما سبق وذكرت لكم في الفيديو السابق. على العموم يعني وصلنا الآن إلى نهاية الفيديو. هذه كل الطرق التي يجب عليك أن تقوم باتباعها حتى تصل إلى تغيير يعني المسارات وتغيير المكونات الخاصة بالهاتف. فإن شاء الله يعني بعد تتبعك بهذه المراحل سيكون مشكل الخاص بالفلاش ليت قد تم حله. فوصلنا الآن إلى نهاية الفيديو ووصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في حال أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وكذلك لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس من أجل التواصل دائما بجديد القناة. كان معك خالد السمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.